أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة أسيوط بيتم تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق أسيوط ديروط الزراعي بتكلفة 600 مليون جنيه. في البحر الأحمر، مطار مرسى علم الدولي استقبل 42 رحلة طيران دولية على متنها العديد من السياح من مختلف الجنسيات. كمان في الشرقية تم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1952 مريض في قافلة طبية. وفي بني سويف تم صرف 150 ألف جنيه قيمة الإعانات الصحية والمرضية للمعلمين خلال شهر مارس. تفاصيل وأخبار أكتر هنتابعها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسيوط بيتم العمل على سرعة تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق أسيوط ديروت الزراعي اللي بتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة 600 مليون جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال شرايين التنمية ولرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة ليهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 42 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 156 رحلة طيران أسبوعية تصل المطار بداية من أمس السبت حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة. في الشرقية أعلنت المحافظة عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل 1952 مواطن من أهالي قرية قراجة التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر ضمن مبادرة حياة كريمة. في المنيا أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن قطاع المعامل والجودة بالشركة نجح في تحليل 11462 عينة خلال 3 شهور ضمن مجهودات الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن. في بني سويف أكدت نقابة المعلمين أنه تم صرف إعانات صحية ومرضية للمعلمين خلال شهر مارس بقيمة 150 ألف جنيه، واللي خصصتها النقابة للمعلمين وأسرهم على مستوى المحافظة، وشملت هذه الإعانات عمليات جراحية وعلاج للمعلمين وأسرهم. في جامعة الإسكندرية أعلنت مستشفيات الجامعة عن خلو 91 وظيفة من وظائف الأطباء من دفعة أكتوبر 2021-2022 وأسنان يوليو 2020، وده في مستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية للوظائف الإكلينيكية. وبيأتي إعلان التقدم للوظائف للأطباء المقيمين اللي سبق لهم أن أبدوا رغبتهم في أن يكونوا في قائمة الاحتياطي في الاجتماع اللي عقد في سبتمبر 2023، وده حسب الترتيب والمجموع التراكمي المطلق لنفس الدفعة.